مبروك كاد تدريب اللاعبين. تعرف الرطوبة عالية في اندلوسيا وكانت مباراة صعبة. الأهم شيء أنه حصلنا الثلاث نقاط أنه بالصدارة. مبروك لنا ومبروك الجماهير العراقية اللي في العراق وفي اندلوسيا. أكيد هي كل مباراة صعبة. إحنا مو فقط أنه نتصدر، لازم التصنيف الدولي، لازم نتجاوز المنتخبات البقية اللي علينا، السعودية أو قطر. شبكة نجوم الرابعة، اشتراك واحد محتوى متعدد.